اتفضل يا زينبي، دي 320 جنيهات القاهرة بتاعت رجل الأعمال نصر نوار اللي اتقتل فيها، مش كده؟ آه هي بس دي اتحكم فيها ودخلت محفوظات زي ما سيادتك عارف. أنت محتاج منها حاجة؟ آه كنت عايز أرجع فيها حاجة كده، بس بالشكل ده هحتاج أصورها كلها. أنا تحت أمر سعادتك، بس زي ما سيادتك عارف إن الموضوع ده محتاج أمر نيابة و أوكي مفهوم. بس للأسف وقتي ضيق شوية. إديني نص ساعة وهتبقى تحت أمر سعادتك يا باشا. اسمه حسن الصفتي، شغال في أمن المطار، أنا خدمت معاه قبل كده، هو راجل جدع، أنا مفهمه على كل حاجة. ده أنا هقابله يعني ولا هعمل إيه؟ أنت لا تكلمه ولا تقابله، غير لو حصل مشاكل، هو اللي هيتصرف. لا إن شاء الله مفيش مشاكل. أنا خايف بس من فريال دي تعمل أي حاجة كده ولا كده. مفيش فريال، الورق اللي معاك سليم، وموافقتي على السفر برضه معاك. ماشي. الباقي بقى عليك يا أشرف. عايزك توصله وتطمن عليه، وتكلمني تطمني. في إيه يا جمال؟ سليم مسافر معايا، وبعدين ده ابن أخويا يا أخي، في إيه؟ مفيش حاجة. بس أول مرة يبعد عني بجد. يا عم هي فترة وهتعدي إن شاء الله يا جمال. إن شاء الله. في حاجة تانية عايزك تعملها لي. فاكر مسعود حجي اللي حكيت لك عنه؟ إيه؟ هينفذ استدعاء النيابة اللي جاله ويروح. ما ده اللي عايزك تعرفه لما تقابله. قابله؟ أيوه. هتروح تقابله وتفهمه إن أنت المحامي بتاع البير نجيب اللي قدم البلاغ ضده. حاول تطلع منه بأي معلومة. شوف رد فعله هيكون عامل ازاي. ماشي. طب وده هقابله ازاي ولا اروح له فين؟ انا بقى اقول لك على كل التفاصيل دي، ما تشغلش دماغك. مالك يا وحش؟ في ايه؟ زعلان طبعا. زعلان طبعا. زعلان ليه بقى ان شاء الله؟ أول مرة أسافر من غيرك يا بابا. أنت مسافر لوحدك بس مش تبقى لوحدك. طول الوقت أنا وأنت هنفضل على التليفون مع بعض، تكلمني وأكلمك وتحكي لي وأحكي لك وتقول لي عملت إيه وأنا أقول لك عملت إيه. وكل كام يوم أخلص شغل وتلاقيني فجأة بقيت واقف قدامك وأقول لك أنا جيت أهو. بس أنا كان ليا أصحاب قدام مش هشوفهم تاني. وإيه المشكلة يعني؟ ما أنت هناك برضه هتعرف على أصحاب جدام، ولو فضلتوا كويسين مع بعض هتشوفوا بعض تاني. يعني أنا هشوفك يا بابي؟ طبعًا هتشوفك. انت ما تغيبش عن عينيا لحظة. ده ممكن انا اصورك عشان ابقى شايفك على طول. طب ايه رايك؟ انا عندي اقتراح تاني احلى. ايه؟ يلا. اللي بيطردني انا الواطي الجبان ده غبي، اخر واحد ممكن يبقى ليه في البيزنس. بس الصراحه باخده حلو انه واقف فيكي. وهخلي بخت اسود ومنيل على دماغه ودماغ اللي خلفوه ودماغهم. مش مستاهله، مش مستاهله كل اللي انت عاملاه ده. واحد زي ده ما دام انت اللي كنت ماشيه وسلبت ايدك منه خلاص سيبيه بقى، هو يقع لوحده. لا والله، وحقي بقى اجيبه ازاي ان شاء الله؟ حقيق بالراحه، حقك كله حقيق. الورق اللي معايا ما يستناش، انا معايا توكيل عامل، عايزه اوقعه وقعه ما يقومش. هو مش هيعمل برضه يا ست العرايس، اكيد بعد اللي حصل بينكوا ده جيري راح يلغيه. محدش يعرف الكوميات دي. الكومي انا اللي كنت بحركه، اقول له يعمل ايه وما يعملش ايه. وبعد ما بدير ميت بقى كمان ما بقاش عنده اي حد يقول له يعمل ايه وما يعملش ايه، حتى المستشار الغبي اللي هو جاي. كده هتبقى خبطة ناشفة قوي على دماغه. هتعفرطه. وهو ده اللي أنا عايزاه. خلاص. بإذن الله هيريحك. من عينيا. أعمله. هما حاجتين أو تلاتة اللي أنا عايزاهم. أنا مش طماعة وأنت عارف. عايزه القصر بتاع التجمع، والاستراحه اللي في المنتزه، والمصنع اللي في 6 اكتوبر. شاري؟ لا شاري يا قمر، مش عشان حاجه. لا بس خايف على سمعتك وسمعتي انا برضه.
الناس هتقول ان احنا مهلسين مع بعض عشان نعمل فيه الحكايه دي. وادي انت شفتي الجرايد كتبت ايه بعد اللي حصل. بس انت من امتى بيفرق معاك يا حاج؟ برضه الحرص واجب. محدش عارف ايه اللي هيحصل بكره. من علمك البلد دي فيها ناس ما وراهاش اي حاجه غير انها تجمع ملفات عن ناس تانية. احنا بقى المفروض ما نديهمش فرصه. يخزى عليك يا نوحي، معقولة تعمل فيا كده في أول طلب أطلبه منك؟ وبعدين يا حبيبي هي الفلوس رايحة لمين؟ ما هي جاية في جيبك، نصيبي في حصة المشروع اللي اتفقنا عليه. أمان حبيبي أنا ما قلتش حاجة، بس أنا عايز الحكاية دي تبقى بينك وبينه ست وبتنتقم من طريقها وبتاخد منه حق العشرة اللي هو بينكرها. ماشي، بس مين هيشتري؟ لا كتير. الحياة دي ما تعتريش أوي، هيبقوا كتير قوي يتمنوا. بس خلينا انا بره الصوره. ماشي ماشي البركه. اهلا وسهلا يا استاذ. الحقيقه انا مستغرب من حالي انه انا كيف وافقت على اني اشوفك، وخاصه بعد ما خبروني انك محامي واحد من الضحايا. شو كان اسمه؟ اسمه البير، البير نجيب، فقد والدته واخوه. ايوه الله يجبر عليه، مش قليله ضربتين على الراس بوقت واحد بوجعه. بس الله يسامحه لألبير، اتهمني بدون اي دليل علي وقال بانه انا لي علاقه بالجماعه اللي فجروا الكنيسه. الدليل موجود يا سيد حاجي، قرارك بضم الثلاثه دول بعثه بلادك وتوقيعك عليك انا. هذا دليل يا استاذ؟ سبحان الله سبحان الله العلي العظيم. احنا هيك العرب ما بنتغيرش ابدا. بزمان السادات لما راح لاسرائيل كل الامه العربيه اتهموه بالخيانه واتهموه بانه هو باع فلسطين وباع القضيه، رغم انه اللي حققه هذيك الايام انور السادات اكبر واهم بكثير من كل اللي حققناه من هذاك الوقت لحد هاي اللحظه. وبالمناسبه هذا مش راي جماعتي، لا هذا رايي الشخصي. بس سبحان الله يا اخي انا هيك. تفضل على اسمك. شكرا. على كل انا بديش دخلك بسوالف وقصص مالكيش فيها، بس السياسه هيك سبحان الله. مشكله بتصير باقصى الشرق بيتاثروا فيها ناس عايشين باقصى الغرب وممكن يدفعوا حياتهم ثمن الها. افهم من كده ان ده اعتراف من سعادتك رسمي بأن حادثة الكنيسة دي حصلت جوه لعبة سياسية؟ اعتراف؟ شوف يا أستاذ أشرف، أنا راح أعترف لك بأنه نحن السياسيين طول الوقت بنكذب، بالمؤتمرات بنكذب، بالحوارات بنكذب، باللقاءات التلفزيونية بنكذب. مكنة الكذب ما بتنامش ليل ولا نهار بالكذب، زي ما بيقولوا 24 على 24. بس أنا هلا جا على بالي أعمل ستوب فريم، استراحة محارب زي ما بقولوا، لأنه أنا حابب أحكي هيك، أنا مشتاق أحكي هيك، مش لأي سبب تاني. الشباب الثلاثة هم اللي فجروا الكنيسة، مظبوط، وأنا اللي ضميتهم لمكتبنا هون مش أنا أطلعهم. وكمان كان في مجموعة تانية من جماعتنا عم بتراقب الثلاثة مشان إذا فشلوا بالتفجير يفجروا هم بدالهم. ولضيف لك كمان، في اتصالات مسجلة مع قيادات من الأنظمة العربية تبعكم قبل التفجير وبعد التفجير، واحتفلنا كمان. وإذا بتحب بقول لك وين وبفرجيك الصور، إيش رأيك؟ أعتبر ده غرور ولا ثقة زايدة؟ لا ثقة ولا غرور، هذا البساط الأحمدي، هذا صدق وصراحة. اللي قلت لك احنا العرب سبحان الله ما بنحبهاش، ما بنحبش الصدق يا اخي، ما بزلش لحلقنا، بجرحنا، ما بتلبقناش الحقيقة. الكلام اللي بتقوله ده لو صح تبقى قضية مكتملة، قضية غدر وخيانة عظمى. ايوه شو فيك تعمل؟ تقبض علي؟ تحبسني؟ تعدمني؟
ولا بيطلع بيدك تعمل إشي. القصة يا أستاذ أكبر منك بكتير، أكبر منك من أخلاقياتك ومن القانون تبعك. لسبب مهم، هاي مصالح دول، القانون فيها عرف بأي لحظة بنزلوه بس مشان يكذبوا، وطول الوقت القانون والأخلاق بمسحوا فيها صبابيتهم. بس احنا هيك مثل ما قلت لك، منخبي الحقيقة، ما منطلعهاش، لأنه بتبيننا صغار، بتبيننا عاجزين، بتبين خيبتنا، وانت أكبر دليل. لهيك يا أستاذ أشرف، أنا بنصحك تنسحب من القضية، وبلاش توهمه للأستاذ البير بأنك أنت قادر تطلع الزير من البير، والموضوع راجع لك. تفضل، أهلا وسهلا. يا أشرف، إيه الأخبار؟ طب تمام، طيران إيه؟ أوكي، ما قالش قدامك بتسافر إمتى؟ طيب ماشي، طب اقفل أنا هتصرف. أيوه، معاك خالد من مكتب السفير مسعود حجي. انتوا بعتوا تذاكر اليوم وفي خطأ لا يغتفر. كيف يعني؟ بدي كاني اعلمك كيف تشتغلي؟ اعلمك كيف تطلعي رقم الرحلة؟ تذاكر بعتوها من ساعة. سعادة السفير بيسافر اي كلاس. التذاكر اللي جات ايكونومي. ايوه ايكونومي. رجع معي البيانات بليز، رجع معي. اليوم؟ ايوه مظبوط. رقم الرحلة؟ مظبوط. الساعة؟ مظبوط. شو وين المشكلة؟ ايه بعتذر بعتذر. ايه عم الورق ده كله؟ انت وصلت لحد فين؟ يا زين زين زين، ايه اللي ايه؟ انت محسسني انك اول مره تقرا القضيه، وبعدين الواد السفراجي انكر ورجع اعترف على نفسه، ايا كان بقى هو اللي عاملها ولا لبسوها له مكان حد تاني، مش هي دي مشكله. انا اللي مجنني ان ربا واخوها ما لهمش اي صله بالموضوع. كمل هتلاقي. يعني ايه؟ اقول لك، صفحه 212، السفراجي بيطلب من وكيل النيابه شهاده الصحفي رضا حلمي في القضيه. 212، استنى. اه اهي فعلا. كمل بقى صفحة 220، السبت وبحضور رضا حلمي وبمواجهته بالسفرجي أنكر أي صلة أو علاقة سابقة تربطه به. يعني إيه؟ إزاي؟ ده السؤال اللي لازم نجاوب عليه. ليلى، أنا احتمال أسافر ويمكن ما أرجعش تاني. جميل، لو سمحت اسمعيني، أنا ماليش غيرك أتكلم معاه، أنت الوحيدة اللي بتسمعني وببقى مرتاح. أنا لما رفضت أكمل على اللي أنا فيه ده عشان حسيت إن لسه جوايا نقطة نظيفة، نقطة جوايا منورة، هي اللي خلتني افكر وارجع نفسي تاني، خلتني ما اطوعش نفسي على السكوت. حاولت اطفيها جوايا بس ما قدرتش، كانت اقوى مني. ابويا الله يرحمه وكلامه هم اللي كانوا دايما مخليها منوره جوايا. على فكره السكوت ما فيش اسهل منه، طاطي مع الريح وعوم مع الطيارة. النصايح كلها بتريح بس ما بتعملش بني ادمين، بتخليني دايما مدفونين تحت الارض. ولحد كده كفايه، كفايه واللي عشته من حياتي مش بني ادم. لا
لازم دلوقتي اكفر عن غلطتي. لازم انضف بقى عشان ابويا الله يرحمه وعشانك وعشان سليم. انتوا اللي ليا يا ليلى، ولو ما رجعتش انتوا اللي لسليم. ابوس ايدك، ابوس ايدك، ما تقولش الكلام ده تاني. اوعديني لو ما رجعتش خلي بالك مني، خليه عايش معاكي، ربي كويس وخليه يطلع زي ما كنت عايزه يطلع. بس انت بتوعد انك هترجع وهنربيه سوا. لو رجعت دي اول حاجه اعملها، ان عمري ما ابعد عنك تاني ابدا. السبحه دي بتاعت ابويا الله يرحمه، اديها لسليم، لو ما رجعتش اديها له. وقولي له ابوك كان بيحبك، ابوك راح عشانك عشان ما تطلعش زيه ولا تشوف اللي هو شافه في حياته. بس هو بيخليه يدعي لنا بالرحمه. يا رب اسمعيني، انا عارف ان انا جرحتك، بس انت كمان ظلماني على فكره. يا رب ده انت حتى مش مداني فرصه دافع بيها عن نفسي. يا رب ردي عليا من فضلك. اشرف انا قلت لك قبل كده ما تجيليش، بلاش بقى اناني وتتعبني عشان انت ترتاح. انا ارتاح؟ انا مرتاحش الا وانت معايا، وانت عارفه الكلام ده كويس. المهم يا رب في حاجه اهم مني انا وانت دلوقتي، رضا. في وسط التسجيلات بتاعت ابو العزم قدرنا نوصل لقضيه بتاعت رجل اعمال كبير اسمه ناصر نوار، اكيد سمعتي عنه. المتهم في القضيه دي هو الولد السفراجي اللي شغال عند نواره في الفيلا، وطلب استدعاء رضا اخوكي عشان يستجوب هو، وكان مصر ان رضا هو اللي عنده الدليل الوحيد لبراءته. بس رضا عمره ما جاب لي سيره حاجه زي كده. ولا جاب سيره لاي حد خالص، ولا حتى في النيابه. يعني ايه؟ ما راحش؟ لا راح طبعا، بس انكر معرفته بالراجل ده تماما. تقصد ان رضا تهدد فخاف وسكت؟ لا طبعا، رضا اخويا ما يعملش كده، انا عارفاه كويس. وانا متاكد انه لا يمكن يعمل كده، والدليل ان اول ما اختفى رضا الولد ده اعترف على نفسه والقضيه اختفت في 24 ساعه. طب هو فين السفراجي ده؟ اشرف من فضلك انا عاوزاك تروح له وتتكلم معاه، يمكن يبقى عنده اي معلومه ممكن تساعدنا. ده اللي هعمله فعلا، صدقيني يا رب احنا قربنا قوي. ايه ده يا سي علي؟ ده انت ما اكلتش، ده اسمه كلام ده يا اخويا؟ سي علي، سي علي مالك يا حبيبي؟ بفكر يا مريم. معاش ولا كان اللي يشغل تفكيرك، وبعدين تتنك تفكر كده وانا معاك، دي حتى تبقى عيبه في حقي. بعرفك لما تكوني عايزه حاجه. وانا عاوز ايه في الدنيا غير رضاك عني؟ قولي يا مريم. نفسي اتكلم بابا واخويا في حكايه جوازنا. انا مش عايزك تخرجه، ده شغلك يا اخويا وانت عارفه، بس ابوس ايدك يعني عشان خاطري، لو ليا خاطر عندك. خاطر ايه؟ انت مجنونه؟ عايزاني اروح لواحد رد سجون زي ده واكلمه؟ ها؟ ما هو اصله خلاص عارف يعني. شش، مش وقته خالص. حاضر حاضر يا سي علي، في الوقت اللي يريحك. انا عارفه يا اخويا يعني انك مضايق نفسك وزعلان عشان حكايه حمايك، مش كده؟ حمايا الرقابه الاداريه تكشف وهبه خليف، تضخم مالي، وقائع فساد، وامر بتراقب الوصول. حمايا ده اول ضربه تتم زي ما رسمتها. سعادتك ده ايصال الايداع. هايل، قلت لي المبلغ هينزل في الحساب امتى؟ يعني اربع ايام عمل، الجمعه والسبت دول مش محسوبين، يعني على يوم الاحد بكتير ان شاء الله. يعني قبل كده لو اتشيك الحساب ما يظهروش خالص؟ لا يا علي بيه، التحويل مش هيكون لسه تم. اوكي ميرسي. العفو يا فندم، شرفتنا. لسه الباقي
وعليك بإيه يا سي علي؟ قاعد تهري وتنكد في نفسك على شوية كلاب، راحت بالك يا أخويا بالدنيا. تعرفي يا مريم، أول مرة تقولي حاجة صح. شوية كلاب خانوني سوا، ضحكوا عليا كتير، والواد اللي خلفته منه سميته على اسمي، ورغم العذاب اللي موريهولها مش عايزه تقول هو مين، بس انا عارفه، بس لازم اتاكد. كل حاجه يا سي علي وليها حل، وعلى راي المثل كده النسا غلب كده الرجال. ازاي؟ المره اللي انت بتتكلم عليها دي قادره وفجره، ولو وريتها من العذاب اشكال والوان ولا هتقول لك حاجه، دي بقى ما يجيبهاش الا ضناها. يعني اعمل ايه يا مريم؟ هات ضناها يا سي علي وحط السكين على رقبته، وانا هو انت اهو ان مقرت وجابت لك كل اللي في بطنها. تفتكري؟ ايوه يا سي علي، مفيش حاجه بتذل الواحده قد ضناها. في ايه يا اخويا؟ اول مره تبعت لي في حبسك. معلش يا زينات، الكلام ما كانش ينفع في التليفون. من غير معلش يا اخويا، ده انا اجيلك زحف على الارض، خير في ايه؟ اسمعي اللي هقوله لك كويس، وما تعيديش الكلام، وما تحكيش فيه مع حد ولا حتى نجاة اختي. يا اخويا وحشت قلبي، في ايه ما بقى؟ تسمعي بقى. حاضر يقطعني. حاضر. نجات في العزبه الاول؟ ما بتخطيش براها. ماشي. الاوضه بتاعتي اللي في الجنينه فيها دولاب خشب، مد ايدك تحت منه هتلاقي مفتاح. المفتاح ده بتاع خزنه موجوده في طرفه الدولاب، مداريها بشويه ورق وكرتونه كده. معايا؟ معاك يا اخويا. تفتحيها هتلاقي فيها عقود الاراضي والعقارات كلها، بيع وشراء مني ليك. تمام؟ تخلي بالك منهم اكتر من عينيك يا زينات، دول كل اللي احتكم عليهم في الدنيا. لو جرالي حاجه بقى منك لربنا تقسمي بينك وبين بطه وفتحيه، بس النجات انا كاتبه لها لوحدها. الكلام اللي بتقوله ده يا اخويا؟ اسمعيني، قلت وما تقطعنيش. انا ما عليهاش دوم لحد، اوعي حد يضحك عليك ويقول لك كلام غير كده. معنى ايه الكلام ده يا فتحي؟ انت مخبي عليا ايه؟ اللي قلتهولك. انا بيتحور عليا حوار كبير، ونوى اقلب الدنيا على دماغك كله. خرجت يا جالك خبر. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. اسمعتي اسمعتي يا بت، في ايه؟ اسمعتي اسمعي اللي بقولك عليه. حاجة واحدة بس اللي أنا عايزها منك، بتفينيني جنب السيد أخوي. يا لهوي يا أخويا، يا أخويا كده بتقول كده؟ ده أنا كنت جاي أقوله لك، ده قلت بقى تسر الشر يا أخويا وتخلي بالك من نفسك. اللي هو إيه؟ بس السيدة في ظهرك، السيدة في ظهرك، ما تخدم عليا يا أخويا قدامي. في إيه يا زينات تتكلمي؟ أنا حامل في الشهر التالت. حامل؟ والله يا اخويا ما اتخبست ولا قصدت اتخبست، ده امر الله ما حصل، والله امر الله ما حصل. انا مش منبه عليك يا زينات. ابوس جسمك، ابوس ابوس ايدك يا اخويا، ابوس ايدك، ما تفكرش في شر، دي لعبه، لعبه ربنا بعتها لنا، ما تقطعش رحمته. ابوس ابوس ايدك يا اخويا. حاسس ان ربنا عمل كده عشان يبعت لك اللي يقف جنبك لو انا رحت. بعد الشر عنك يا اخويا. وليه؟ ليه بتقول كده؟ ليه ما تقولش ان هو ده الفريد اللي راح؟ ليه ما تقولش كده؟ ليه ما تقولش عشان تكبره؟ ويفرح في شأنه وتفرح بيه ويبقى له هدوم. خدي بالك من نفسك يا زينب. مش بيقولوا كده برضه؟ لا لا لا، انتوا اكيد بتتكلموا عن حد غير رضا.
شكرا. ده اللي مكتوب في القضية يا ليلى. رمضان السفراجي اللي شغال في فيلا نوار طلب رضا للشهادة، ورضا أنكر علاقته بيه. طب إيه السبب؟ تفتكر كان هيورطه في حاجة مثلا؟ هيورطه في إيه يا جدع؟ لا يمكن طبعا. ده جاي شاهد، على الأقل هيقول معرفش حاجة، إنما ينكر علاقته بالراجل مش شايفينها غريبة حبتين؟ غريبة في إيه؟ ما ممكن كل ده يكون مترتب بينهم. كان باله أمارة، لكن النتيجة إيه؟ الراجل في السجن وبيقضي عقوبته. انتوا برضه بتتكلموا عن رضا كانه يعرف فعلا السفرجي ده. ايه ده ايه ده؟ بصوا، رضا كتب مقال عن ناصر نوار قبل الحادثه، بيقول عليه انه من اهم اعمده الاقتصاد في البلد ومطلعه عنتر زمان. كمان؟ لا ده كده يبقى اكيد قابله وقعد معاه. لا بس مش شرط انه يبقى عارف كل الناس اللي عنده يعني. تفتكر؟ ايوه يا زيد، مش شرط اني لما اعرف حد واروح له المكتب واطلع اعرف كل اللي بيشتغلوا عنده، مش منطقي يعني. لا اللي مش منطقي بقى بجد ان واحد زي رضا بافكاره دي يكتب مقال عن ناصر نوار وهو عارف ان هو من رجال الاعمال الحراميه في البلد. انا بجد ما بقتش فاهمه اي حاجه. في مالك يا جمال ساكت ليه؟ بفكر يا ليلى، كل ما بندخل اكتر في القضيه كل ما الغموض عمال بيزيد. انا عارفه بس ما تقلقش هنحلها ان شاء الله. طب ايه اللي نعمل كلوش ان دي قناعات رضا اصلا؟ وان شاف انه من مصلحته انه ينكر اي صله بالقضيه نظير وعد خده من الناس الكبار يعني. لا يا زين، ده اتهام انا ما اسمحلكش بيه. انا عارفه رضا كويس وعارفه قد ايه دفع ثمن كل قضيه دخلها. رضا مش البني ادم اللي في بالك ده خالص. استنى 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 استنى. في ايه؟ ايه ده؟ الراجل ده بلعت فساد يا رمضان. ما يغرقش شويه الخير اللي بيعملهم ولا المستشفيات هيروح يتبرع لهم ويتصور هناك. دي كلها حركات. الناس اللي زي ناصر نوار دول عارفين انهم بياكلوا قوت الغلابه، عشان كده بيطلعوا شويه فلوس قليان عشان يريحوا ضميرهم. ده لو كان عندهم ضمير اصلا. ايوه يا استاذ رضا، بس انا مالي بالحوار ده كله؟ انت مالكش اي دعوه، الموضوع كله مسؤوليتي انا. انا ان شاء الله هحاول افضحه واكشفه البلد كلها، بس هي لوحدها ما تسقفش يا رمضان. عشان كده انا طلبت مساعدتك عشان تجيب لي اللي اتفقنا عليه. استاذ رضا، اللي تطلبه مني ده هيخرب بيتي من ناحيتين يعني. لو نوار بيه قفشني وانا بجيب لك الورق مش هيرحمني، ولو جبت لك الورق وعملت بيه زي اللي انت بتقول عليه الراجل يا اما هيسجن يا هيهرب بره البلد، وكده كده برضه العيش هيتقطع. عشان ما كملتش بقيه كلام يا رمضان. بص يا رمضان، لو جبت اللي اتفقنا عليه هجيب لك وظيفه احسن من عند نوار دي 100 مره، ومرتبها اعلى من مرتبه مرتين. مش كده بس، لو عايز تسافر الكويت ولا دبي هصفرك. ها؟ قلت ايه؟ ايوه بس ما تخافش ما تخافش. رضا البروفه بتاعت الصفحه جاهزه، بس عايز انا اسفه هرجع لك تاني. لا انا هخلص واجي. اوكي. ازيك يا رضا؟ اتاخرت كده ليه؟ طيب اقعدي اقعدي. مالك يا ليلى في ايه؟ أنا عارفة الراجل ده كويس، أنا شفته قبل كده عند رضا في الجورنال. يعني يعرفوا بعض؟ للأسف. شفته إن أنا كان عندي حق. كان في هناك بنت معاهم أظن إن اسمها حنان، أكيد لها صلة بالقضية بس إيه معرفش. يا زي ما أنا قلت لكم، الحكاية مترتبة ما بينهم، وأول لما رضا اختفى بوظ لهم كل حاجة، والسفرجي هو اللي شال الليلة. أنت بتتكلم زي ما يكون عندك دليل إن مش هو فعلا. احتمال كبير. نوار في الوقت ده كان بيوقع والكبار كانوا غضبانين عنه. انه يكتب مقال في الوقت ده، ده بيعجل من موته قبل ما ينفعه. ايوه ازاي يعني؟ خليه يحس بنفسه. خليه يحس انه ليه قيمه. لما اتصرف على اساسها خد فوق دماغه. انت بتتكلم زي ما تكون عارف حاجه. انا اقول لك على كل حاجه. ناصر نوار كان ميت ميت. قبل قتله فترة صغيره كان مطلوب ملف شامل عنه. أنا اللي المفروض كنت أشتغل على الملف ده بس ما حصلش. اللي فاكره كويس إنه كان مطلوب تركيز على علاقاته النسائية، وده معناه حاجة من الاتنين. يا يعني كانوا بيتدبروا له فضيعة جنسية عشان يكسروا عينه ويخرجوه بره الدايرة، يا إما يتقتل ويبان الحادثة بسبب علاقات غرامية. يعني يا إما قتل معنوي يا إما قتل حقيقي. بالظبط. بس اللي أنت قلته ما فيهوش أي دليل إن ده حصل. ما ده اللي بيأكد لهم إن نوار كان عامل لهم مشاكل أكبر من كده بكتير وكان مضايقهم. فما اهتموش بالتفاصيل وكان لازم يقتلوه بسرعة. وفي الآخر الحادثه بان ان السفرجي هو اللي دبرها له في بيته. تقصد تقول ان المشاكل دي كلها رضا ممكن يبقى ليه علاقه بيها؟
للأسف يا أشرف، كل اللي ممكن يجاوبني على الأسئلة دي ما بقاش موجود. لسه يا ليلى، في طرف تاني ممكن نسمع منه.